هذا النظرة الثانية. النظرة الثالثة في الآيات التي نريد أن نشرحها في هذا المقام المبارك العلمي من قصار الصور، قوله تبارك وتعالى في سورة المسد: تبت يدا أبي لهب وتب. كم فعل هنا؟ فعلان. الفعل الأول جاء في أول الآية في صدر الصورة تبت، والفعل الآخر جاء في آخر الآية: تبت يدا أبي لهب وتب. أبو لهب ليس بخاف عليك، أحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في لقاءات عدة له 10 أعمام، 6 منهم لم يدركوا النبوة، و4 منهم أدركوا النبوة، آمن منهم 2 وكفر 2. من الذين كفر أبو لهب، لكنه كان على خلاف أبي طالب، فكان أبو طالب على كفره ينصر النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا. لكن لم يكتب له الإيمان. نبقى في أبي لهب. أبو لهب حمل لواء البغضاء على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو القائل يوم أن وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا: تبا لك، ألي هذا جمعت، تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا. فكان يحرض الناس على ألا يقبلوا دعوته صلى الله عليه وسلم، بل قالوا فيما روي في أيام السيرة الأولى أن النبي عندما كان يعرض نفسه على القبائل كان أبو لهب يمشي وراءه ويقول للناس لا تقبلوا منه. فجاء رجل يسأل رجلا: من هذا؟ قال الذي في الأول: رجل صابئ يزعم هذا على حسب فقهه وثقافته آنذاك أن محمدا صلى الله عليه وسلم صابئ. قال: ومن الذي وراءه؟ قال: عمه يحذر الناس منه. فانظر الفرق العظيم ما بين أبي لهب وأبي طالب رغم أن كلاهما مات على الكفر. هنا الذي يعنينا أن الله قال: تبت يدا أبي لهب وتب. بعض المفسرين يظنون أن تب الفعل الآخر في الآية المباركة هو توكيد للأول، وليس الأمر كذلك، إنما الأمر أن معنى قول الله جل وعلا تبت يدا هذا دعاء، دعاء على أبي لهب، وهذا لا خلاف فيه فيما أعلم. تبت يدا هذا دعاء، حكم بالويل والثبور والدعاء والخسران على يد أبي لهب، لأن باليد ينال الإنسان كسبه. تبت يدا أبي لهب. أما قوله جل ذكره وتبارك اسمه وتب، فليست تأكيدا للأولى، إنما إخبار بأن ذلك الدعاء وقع، إخبار بأن ذلك الدعاء وقع. يصبح المعنى دعاء على أبي لهب بأن يده تخسر، وتب أي وقع ذلك الدعاء، أي وتب فعلا وخسر فعلا وأخفق فعلا، هذا معنى الآية. تبت الأولى دعاء عليه، وتبت الأخرى إنما هي إخبار بأن ذلك الدعاء قد وقع، وليس توكيدا وإعادة للأول. تبت يد أبي لهب وتب، هذا أبو لهب. والغريب أن أبا لهب هذا اسمه مشتق من جمال وجهه، فقد كانوا إنه كان وسيما شديد الحمرة في الخدين، واللهب كما تعرف النار، فكأن خديه متوقدان مثل الجمرة واللهب، فعرف بأبي لهب بهذا بكنيته، رغم أن اسمه عبد العزة. والأصل أن الكنية تنادى في مقام التشريف في الغالب على اختيار بعض العلماء، مع ذلك كناه الله جل وعلا هنا، لأنه لو قيل تبت يدا عبد العزة وتب لقيل إن المقصود شخص آخر، لأن عبد العزة في قريش كثير، لكن جاء النص على والنداء بالكنية تبت يدا أبي لهب ليعرف أن المقصود أبو لهب الرجل المعروف المسمى بعبد العزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من بلاغة القرآن. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. نبقى في آخر المطاف في مسألة غير لغوية، وهي من أعظم القرائن والأدلة على صدق نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى عظيم قدرة الله، وأن الله إذا أراد شيئا كان، وإن لم يرد شيئا لا يكون. أين الدليل؟ الدليل أن الله قال سيصلى نارا ذات لهب، لماذا؟ لكفره. والنبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية في مكة، وأبو لهب بلغته هذه الآية، وأن الله يقول سيصلى نارا ذات لهب. كان بإمكان أبي لهب أن يخرج على الناس ويقول يزعم محمد أنني مخلد في النار لكفري، فأنا الآن أؤمن وأقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فما عسى أن يقول محمد كيف أدخل النار وأنا مؤمن؟ هذا يناقض قول محمد، لكنه لم يهدى إلى هذا ولن يهدى، لأن الله
حكم بأنه سيصلى نارا ذات لهب، وهذا يفيدك إلى مسألة مهمة، أن تعلم يقينا أن القلوب بيد الله، وأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وأن المسألة ليست مسألة علم ولا سماع وعظ ولا جلوس صالحين، وإن كان ذلك من الأسباب المشروعة المرغب فيها والتي يجب أن يسعى فيها العبد، لكن أصل المسألة توفيق من الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ولو شاء ربك لجمعهم على الهدى. وهذا أمر يجعل المرء يتبرأ من كل حول وطول وقوة، حتى حوله وطوله وقوته، إلا حول الله العلي الكبير وطوله وقوته جل شأنه. ومتى أسلم المرء لله قلبه وأذعن لله وعلم أن الهداية بيد الله واستكان بين يدي ربه، كان أهلا لأن يرحمه الله جل وعلا ويغفر له. يقول الله عن اليهود: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لكن الإنسان يقبل على ربه تبارك وتعالى ويظهر لله مسكنته وفقره وحاجته إلى فقر إلى هدي هداية ربه ورحمته، عل الله جل وعلا أن يثبته على الصراط ويهديه ويرحمه. هذه وقفات ثلاث مع بعض آيات من سورة البلد، وبعض آيات من سورة ألم نشرح، وبعض آيات من سورة المسد، وكلهن مندرج في قصار الصور، ذكرنا بعضها علميا وبعضها إيمانية. والموفق الله والميسر هو، نسأل الله لنا ولكم التوفيق. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، والحمد لله رب العالمين.